هو الله داك الله داك الناس اللي كتفك الدم الوليده فرجع الله الله يرحم الوالدين فرجع الله لافيته شوف لي شد لافيته لافيته شوف صاحبي قدام شوف قدام زيد قدام 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 شي واحد يشد لي هذا الله يرحم الوالدين واحد يشد لي هذا واحد يشد لي هذا واحد متابعينا الكرام متابعي قناة شوف تيفي مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر بالضبط من الدوار اللي تقات القسلات فيه البنية الطفلة الله يحمي وليدي رجعوا على الله الله يخليكم بخير باش نبانوا مرتبين اخوان الله يحمي وليدي ديروا الصفوف واحد نور واحد ديروا الصفوف الله يحمي ودخلوا الله يحمي وليدي هذه هي ام البنية مريم الله يرحمها هذه الام ديالها زيد ام انت سمحت يا العيالات يا العيالات سموا لينا الله يحمي وليدي نقول لكم ولادكم شي قريب راه اللي فيه الخير راه ديك لي اللي ماتت راه تقولوا بحال بنتكم راه اليوم عندي وغدا عندكم اليوم عندي وغدا عندكم الاخوان كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام انتم معنا بث مباشر من الدوار فيه البنية فكما كتشاهدوا معنا في هذا البث معيدا بالقتلات مريم اقول اقول يلا هانت الوليدات يلا الاخوان جميعا احنا هادي باش نبسطوا لكم حيت كاين واحد المجموعه ديال المنابر الاخباريه واحد المجموعه ديال المنابر الالكترونيه حنا بغينا نسمعوا الصوت ديالنا بغينا هذه مسيره عفويه هذه هي الاخت اخت الضحيه اخت زينب كذلك الام ديالها هنايا الكل يطالب باعدام القاتل المجرم متابعينا الكرام من القضاء في هذه القضيه انصافا هذه البنية اللي تقتلات باش ياخذ هذا المجرم فقصه عقوبة اللي هي الإعدام تحركوا بشوية تحركوا بشوية تحركوا بشوية الأقصى أقصى عقوبة اللي هو الإعدام تحركوا بشوية بشوية لما كنقولوا جديد أقصى عقوبة على هذا المجرم حتى واخا حتى تكون يكون عبرة لمن يعتبر ولمن صور الله نفسه الاعتداء على الاطفال ديالنا والنساء ديالنا الاخوان نطالبوا من هذا المنبر نطالبوا السلطات القضائيه بالتطبيق اشد العقوبه اللي هي الاعدام لان الاعدام راه كاين في القانون المغربي كاين في القانون ماشي ما كاينش وكاين في القانون ديال الله عز وجل حنا كنبغيوهم في هذا المنبر دوار الرحيل مصطفان يولي تابع امنيا للكاره ما يبقاوش يمشيو عند الضربيه ديال المليله خاص هادشي حيت انا البارح حضرت مع القائد الجهوي ديال الدرك الملكي اللي هو عبد العالي الدحماني واللي قال لك بان هذا المشكل ماشي ديالنا هذا المشكل ديال ان هذا الحي خاصو يتباع كيف كنقولوا السيد قائد الجهوي ديال الدرك الملكي ديال مدينه الصطاد كنقولوا ليه بان الغلاوي صافي جديا مستقبل للتنميه الشكايات كاين عندكم فين
كاينه شكايه في العماله ديال بن سليمان، كاين شكايه ديال الوزاره الداخليه، ما كاينش شي جهه مسؤوله ما تقيناش عليها. حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حياه لمن دون هذه. احنا هذه الجهه تقينا عليهم. فالكل يطالب بإعدام القاتل. متابعينا الكرام، الكل يطالب بإعدام القاتل. متابعينا والمدرسة اللي بخيرة، كبيره
فالكل يطالب بإعدام القاتل متابعينا الكرام. Let's go.
كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، الكل بكلمة واحدة يطالبون الإعدام للقاتل، فالكل يطالب بالإعدام للقاتل متابعينا الكرام. الكل بكلمة واحدة يطالبون بإعدام القاتل متابعينا الكرام. عايشين في المشاكل، الناس عايشين اللي دا تمتى الشقينا حتى الحليمه حتى المدرسه عبد واحد مراكشي كيمشيو تشرمو 2 كيلومتر وسط المدينه، كل الخطر ديال المطار ديال الطوموبيلات ديال الكراوات ديال واحد عدد ديال المنحرفين وانت واحد مسؤول فيهم. هاد الناس خارجين ما بغاو حتى شي حاجه، بغاو دراسه وما كيطالبوش بشي حاجه بزاف، بغاو دراسه خارجين، لأن احنا مضرورين، لأن مدرسة بعيدة علينا، غير مدرسة. ثانيا احنا باقي مغارقين في الغيس وتا واحد ما مسؤول فينا، بغينا يدرسوا لنا القرآن. ثالث حاجة بغينا هذا المستقبل اللي هو الدوار ديال سابقا يتباع الدرب ديال الكرة، احنا بغينا ما نكشفش
من الليله والجدار من حدايا كيلومتر تلجوج ومشي عند من الليله 15 كيلومتر راه ما معقولاش الاخوان واش انا من 2009 وانا كنخدم الاغراض ديالي في الكاره اداريا وقضائيا كيف تشير من الليله واش حاجه كتشارك كتراك سودانا كيقول لك لا خا الجدار من الليله نمشي راه ماشي معقوله الاخوان تعاقبوا رؤساء داز واحد على كل رؤساء وما حلوش في نادي المشكل حنا كنطالبوا نناشد السلطه القضائيه نناشد السيد وكيل الملك ديال المحكمه الابتدائيه ديال بن سليمان والسيد رئيس المحكمه الابتدائيه ديال بن سليمان باش يطلعوا هذا الحي الاختصاص ديال المحكمه الابتدائيه ديال برشيش نطالب ونناشد الوكيل العام ديال المحكمه السراف بالطاوله وكيل عام السراف الاختصاص باش يحلوا لنا المشكل نطالب من رئاسه النواب العام خلينا نقولوا الكلمة ديالنا المهم هو نوصلوا الرسالة ديالنا من المسؤولين حنا كنطالبوا باش هذا الحي عندكم عندكم الإخوان عندكم طريق 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 شوية ما بغيتوش واحد يتخاصم الإخوان زيد شوية زيد شوية حيت المجرمين كنا كنضحك حيت البنية دايرة في البلاد البنية منفوضة الحشيش المخدرات حنا راه كيتحرشوا بنا المجرمين وحنا راه كنخافوا غير من الله وحنا كنآمنوا بدولة المؤسسات دولة المؤسسات ودولة الحقوق العامة حنا كنطالبوا من الشرطات الدولة المغربية باش يشوفوا فينا كنطالبوا من السيد وزير التربية الوطنية باش يديروا لنا مؤسسة ابتدائية بغينا بلاصة بغينا بلاصة في الدوار بلان بحال المستقبل بغينا بلاصة وبغينا تاعي عالمية بغينا إخوان بغينا بلاصة تصيبوا تشوفوا الوزير الداخلية وزير الصحة باش يسيبوا لينا العزيقة وتصور كنطالبوا الإخوان من الناس كالسلطة القضائية من الناس ديال المحكمة ديال الاستمرار وديال الرشوش باش يحلوا هذا المشكل ديال دوار بلان وباش هذا البلاد اللي فاتح الطريق ديال الكارة كنطلبوا زاد المسؤولين باش يكون شي مركز شي مركز صحي اللي يستافد من الناس ديال حي المشرفة ديال الملك ديال حي الرياض اللي كنا ساكنة كبيرة كنتظروا المسؤولين من سنوات وهذا الحي مخدوم هاد الناس مرشوين هاد الناس عايشين في الريس هاد الناس مقرصين هاد الناس كيكون لنا تلقاسة كما نمر المدارس هاد المدارس مستفسرين يلاه اخوان شوية الشعارة علاش شينا وحتى شينا
متابعينا الكرام، كما كتشاهدوا معنا هذا البث المباشر من جماعة أحلاف إقليم بن سليمان. متابعينا الكرام، الكل فاد أثناء خارج وكيطالب بحاجة، وهذا أنهم كيطالبوا بالإعدام. الكل يطالب بإعدام قاتل الطفلة مريم. متابعينا الكرام، قولي بالإعدام أخوي، عام إعدام، ساكنة كلها، تقريبا الساكنة كاملة تطلب بالإعدام. شكرا شكرا. السلام ورحمة الله. طالبوا القاتل مريم. كنطالبوا بالإعدام بأي ذنب قتلت مريم، بأي ذنب قتلت مريم. كنطالبوا بهذا السيد بالعدالة دير الحكم ديالها، كنطالبوا بالعدالة دير الحكم ديالها. بأي ذنب قتلت مريم؟ هو الحكم اللي بغيتو. بغينا الإعدام، بغينا العدالة، طبق الإعدام. عاش الملك، عاش الملك. بأي ذنب قتلت مريم؟ أش ذنبها هاد مريم هادي؟ باقا صبية، أش ذنبها؟ صبية درية باقا صغيرة، شناهو الذنب ديالها باش قتلها هاد المجرم؟ حشومة، عيب وعار. بأي ذنب قتلت مريم؟ حنا كنطالبوا بالإعدام، كنطالبوا بالإعدام، العدالة طبق الإعدام. وشكرا، وعيش الملك. كنطالبوا زيارة ملكية، كنطالبوا زيارة ملكية. الله ينصر سيدنا. شعارنا الله الوطن الملك، هذا هو الشعار ديالنا، الله الوطن الملك. احنا كنطالبوا زيارة ملكية، احنا عايشين في التهميش، عايشين في التهميش، احنا عايشين في الظلم. الناس السياسيين اللي كيتضاربوا على الكراسي، ما مديري ما بطبقيش القانون. احنا كنطالبوا السيد، كنطالبوا بالناس المسؤولين يحاسبوا دوك الناس ديال الجماعة. احنا كنطالبوا بالإعدام لهذا السيد، وكنطالبوا هاد الناس ديال الجماعة يحاولوا يحاسبوهم، راه ما كيعديوش الواجبات ديالهم. وشكرا، وشعارنا الله الوطن الملك، الوطن. إذن متابعينا الكرام، فآراء كل الناس فهي كلمة واحدة، أنهم كيطالبوا ليه بالإعدام. هم في هذه الوقفة متابعينا الكرام، في هذه الوقفة اللي مع تضامنية مع عائلة مريم، الطفلة اللي قتلت بواحد الطريقة بشعة. متابعينا الكرام، من طرف واحد الوحش آدمي، فالحمد لله تم القبض عليه يوم أمس. وكل الساكنة تطالب بحاجة واحدة فقط، هي إعدام القاتل. متابعينا الكرام، فالكل متابعينا الكرام يطالب بإعدام قاتل الطفلة مريم. متابعينا الكرام، Yeah!
كتشاهدوا معنا المتابعين الكرام. الكل يطلب بحاجة واحدة فقط فهي بإعدام قاتل الطفلة مريم، والكل يقول كلمة واحدة هي بأي ذنب قتلت مريم. الكل ولا خايف على وليداته، الكل كيطالب بحاجه واحده هي الامن في هذا المكان، الكل يطالب بحاجه واحده هي الامن والاعدام لقاتل الطفله مريم. متابعينا الكرام، على الجينا في الجينا والامن لبغينا، على الجينا في الجينا والمدرسه لبغينا، على الشيف لا كيفما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف ليفي، نتوما معنا بث مباشر من جماعة أحلام. كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، متابعي قناة شو تي في، الكل هنا يطلب بحاجة واحدة فهي بإعدام قاتل الطفلة مريم. الكل يطالب بالإعدام ديالو. متابعينا الكرام، كما كتشاهدوا معنا في هذا البث المباشر بالضبط من جماعة أحلاف إقليم بن سليمان، فهاد البنية شنو الحكم اللي كتمناو لهذا القاتل ديال الطفلة مريم؟ خويا هذا المجرم هذا كنتمناو ليه كباقي جميع المواطنين خويا الإعدام، يتم في الحق ديالو الإعدام. بقات فيكم البنية بزاف، لأن هاد البنية حنا دابا خارجين دابا دايرين واحد الوقفة تضامنية مع هاد المرحومة مريم اللي كنسميها أنا شهيدة الوطن. هاد الدرية مريم بعد ما كانت جاية من المدرسة ديالها للمنزل ديالها وتغدرت، تعرضت لواحد واحد الطعنه، جوج ديال الطعنات. شنو الحكم العقد اللي كتمناو ليه؟ العقوبه خويا اللي كنتمناو لهذا المجرم هذا
عن واحد الشاب في عمر الزهور اللي العمر ديالها كيبلغ 13 عام حتى 14 عام. يعني البنت جايه من المدرسه وتتعرض لجوج طعنات قاتليه. هذا المسلم هذا خويا كباقي الساكنه ديال احلاف ولا القاره ولا حتى في المغرب كنطالبوا ليه خويا باقصى عقوبه وهو الاعدام. يعني من العيب والعار اللي جايه من العيب والعار بنت خايبه كتأدي الواجب ديالها المدرسي وبعد ما كتحصل على واحد النقطه هي الاولى في الاعدادي كتفعل واحد جوج طعنات غادرات. فلهذا الحمد لله الشكر موجود للسيد القائد الدرك الملكي اللي قام بواحد المجهود جبار ولا السيد كولونير ولا الاخوان ديال سريه الدرك الملكي اللي هما اكتشفوا الحقيقه في واحد الظرف وجيز. يعني من الوقت ربما ما كاينش 4 ايام ولا 5 ايام تمتنوا الجاني والجاني راه غادي ياخذ القضاء ديالو الكلمه فيه. وخويا بالنسبه دابا لهاد الوقفه تضامنيه احتجاجيه سلميه 100% وشعارنا الخالد هو الله الوطن الملك ودائما جنود مجند وراء صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصر الله. ومن هذا المنبر الله يشافيه والله يطول لنا في عمره. وحنا كنطالبوا لحد الان متواجدين لعين المكان فين تقتلات الشهيده وتما فين غادي تكون واحد الوقفه احتجاجيه. وكنطالبوا الناس المسؤولين الناس المسؤولين العليا باش تكون واحد السريه ديال الدرك الملكي هنا في دار القيد. يعني راه الناس من الليله دار القيد دي جماعه احلاف دار القيد تابع خويا لجماعه احلاف. يعني هذوك الناس باش غادي ينتقلوا هنا لدار القيد يعني راه خاصهم الدراكيين خاصهم واحد الساعه حتى اللي وقع دابا البنيه هذا هو المسار ديالها هذا هو طريق المسلك الطرق ديالها هو هذا خويا الطريق. شحال كاين من كيلومتر من المدرسه لهنايا يعني. تقريبا غنقول لك جوج كيلومتر ولا جوج كيلومتر ونص. راه كيف لا يعقل ان دري صغير غادي للمدرسه حاليا كتوصلوا الام ديالو ولا الاب ديالو كيتسناه باش يجيبو. يعني خصوصا دابا في هذه الظرفيه هذه مع الضحيه واحد العدد كبير ديال الدريات اللي فقدوا الثقه ديالهم باش يبقاو يمشيو في هذا الطريق. يعني خاص اخويا خاص الامن. يعني ما نبقاوش نهضروا من فراغ خاص الامن خاص الناس المسؤولين يشوفوا السريه ديال الدرك الملكي يكون هنا. وتنطالبوا من السيد عبد اللطيف الحموشي وهذه رساله موجهه من الاعلام ديال شوف شي في اللي حاضره دائما معنا ودائما في الصغيره وكبيره وسهروا معنا في هاد الجريمه وتمثيل الجريمه. كنشكر هذا المنبر هذا مباشر كنشكرهم دائما كيتفاعلوا معنا لا في القاره ولا في الدار البيضاء. وتنطالبوا كرساله من مواطن مغربي يحمل الجنسيه المغربيه وشعارنا هو الله الوطن الملك كنطالبوا من سي عبد اللطيف الحموشي باش يحط لنا الامن الوطني في مدينه القاره. لان المسؤولين عندنا ديال المجلس البلدي ما كيقوموش بملفات الناس المسؤولين باش يتحرك هذا الملف هذا. حنا كنعانيو من مشاكل خويا من طبيعه الحال خويا بصراحه انا كما قلت لك وسبقت وشرت لك وشكرت رجال الدرك الملكي. يعني ما كناش كنتوقع المجرم غادي يكون من حدانهم من حدا القاتله. يعني هذا الشيء راه حنا ولا كيخلع رغم ذلك ان حنا في دوله الحق والقانون والحمد لله كاين القانون الحمد لله كاين القانون ولكن راه بغينا خويا بغينا الامن والامان الساكنه ديال القاره ولا حتى الساكنه ديال احلاف. يعني هاد جوج المدن احلاف ولا القاره يعني كيعيشوا واحد 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 الاقصاء والتهميش والفقر عدم الخدمه. يعني ما كاين لا شركات في هاد القاره ما كاين لا وزينات ما كيجيوش عندنا ناس مسؤولين. يعني حنا كنطالبوا بزياره ملكيه من صاحب الجلاله فحنا هما الرعيه ديالو حنا جنود من وراه. فلهذا حنا كنطالبوا بصاحب الجلاله حنا ما كنطالبوش القائد ولا كنطالبوا رئيس الجماعه. هذا الفيديو بغيت يوصل لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصر الله ينصر
نصرو والله يطول لنا في عمره. وهذه هي الرساله ديالي اخويا كمواطن مغربي. تحيه لشوف جيفي. فكيف ما كتشاهدوا معنا ان الكل يطالب بحاجه واحده فقط فهي باعدام قاتل الطفله مريم. متابعينا الكرام كيف ما كتشاهدوا معنا على الجينا وحتى الجينا والامن بغينا. الكل يطالب بحاجة واحدة بإعدام قاتل الطفلة مريم. متابعينا الكرام في هذا المكان متابعينا الكرام في هذا المكان تم قتل الطفلة مريم ذات 14 سنة. متابعينا الكرام في هذا المكان بالضبط هنا في الوقعة الجريمة الشنعاء اللي راحت الضحية ديالها واحد الطفلة صغيرة عندها 14 سنة. متابعينا الكرام كتقرأ في المستوى الثالثة إعدادي فتم الطعن ديالها في هذا المكان. متابعينا الكرام فهذا هو المكان اللي توفات فيه الطفلة مريم ذات 14 سنة. فكنشوفوا أن ساكنة ديال جماعة أحلاف كذلك ساكنة جماعة القارة فهم كلهم واقفين مجندين في هذه الحملة السلمية. متابعينا الكرام ورسالة واحدة هي إعدام قاتل الطفلة مريم. متابعينا الكرام هذه أم الطفلة مريم الله يرحمها كذلك هذه هي زينب أخت الطفلة مريم. متابعينا الكرام ولكن هي مشات عرفها طاهره وانت مشات عرفها عفيفه ومشات عرفها شريفه والله عز وجل عارف وخا صراحه كلهم بعض الاخوان شوفوا كاين بعد الناس كاين بعدنا غير اخوان اخدم غير عقلك. واش نتوما واحد طالع مع الطريق عباد الله شوفوا شحال ديال الديار شوفوا شحال ديال الناس خارجين. واش هاد البنت عباد الله كانت تنزل في الغابه؟ واش هاد البنت عباد الله كانت تنزل في الليل؟ واش هاد البنت الاخوان الضمير ما راش؟ واش هاد البنيه ملي كانت تقول مع تخوني في مكان واد الناس؟ واخا يكون راجل كبير واخا يكون راجل كبير يقول لهم عباد الله ومحمد وابو عسى والجلالي وانت مغوت واخا يكون مستغير وعند الموت والحجر عطى الله شو حجه كبير راه حاجه وحده بحضره طيحوا حاجه وحده طيحوا حاجه وحده ضربوا. فهمتوا الاخوان هاد الضمير ما بقاش كيفاش تبان لك اختك ولا تبان لك مراه ولا تبان لك بنت كتغوت ولا واحد وكيف ما كتعطش الروح ما تعطش الروح على الاخوان الاخوان وكاين شي واحد يعرف شكون هو الشمسي كاين اللي عرف شكون هو والله عز وجل يقول في القران الكريم ولا تكتموا الشهاده ولا تكتموا الشهاده وفي الايه كيقول لك آتي من قلبه يعني اللي كتب الشهاده قلبه آتي لان خاصك ترضي الله ما رضيش البشر. هاد البنيه اللي ماتت وحنا عندنا الضمير مات لان البنت كانت كتغوت كتقول معقولي البنت هي مع الطريق عباد الله حنا راه شلنا تمثيل الجريمه شلنا البارح ضربها في الطريق في جنب شوفنا ما ضربهاش في الصراع ولا ضربها في شي بلاصه بعيده ضربها وسط السكان والناس الضمير ديال الناس والناس الضمير ديال الناس والناس الضمير كتقول معقولي عتقوني وشي كيف الناس كيدير
شباك جاب الحياه والدم، شباك يشوف شيابا عيالات هربت من الحمام وما قدرش يخرجوا من بعد ما واش بغيك تزيد؟ اش بغيك تتبع؟ اش بغيك دير؟ اخو اول بعد بعديده وهضل بعده ضل والحجر والناس ما مش هاد البنية. حنا كنطالبوا الوالدين ديال هاد البنية راه في القراء، ولكن حنا كنطالبوا السلطات القضائية بأن هاد السيد ما يشوفوش فيه بعين الرحمة، ما يشوفوش فيه بعين الرحمة. اللي كيدافع على المجرم هو مجرم، أنا كنأكدها لأن السيد من الفيس ديالو من الصورة اللي كنعرفوا عليها السيد مجرم، سيد مجرم. نتمناو من الله عز وجل يطبقوا في اقصى العقوبات. انا مكاش الا كان كان شي خطوه تضامنيه جمعوا شويه الفلوس باش يدار محامي في المستوى اللي دافع عليه وقبل الحق ديالو، ماشي القضيه تشيل القضاء وتقلو. راه خاص محامي الاخوان، راه انا اللي كنقول لكم محامي يكون في المستوى. بغينا من الجمعيات، مع كاينه المنابر الاعلاميه هنا، بغينا من الجمعيات ديال الجمعيات اللي معروفه على الصعيد الوطني وعندها من محامي ديالها، جمعية ديال ما تعيش فيه. بغينا تيدخل طرف جميع الجمعيات اللي كيعتنيو بالاطفال واللي كيدافعوا على الاطفال. بغينا نخلوا المحامين ديالهم باش يدافعوا على الدنيا. انا كنطلب من الاسره ديال الاخوان والناس اللي عندهم معلومات باش يدخلوا هذه الجمعيات ديال ما تعيش فيه وجمعيات اخرى باش يدافعوا على الحق ديال هذه البنت. ماشي دور مساعي في المحكمه ويديروا لي حكم مخفف ديال 10 سنين ولا 15 حنا كنطالبوا بالتشديد البدء في التطبيق خاص العقوبات. الاعدام اختيار كاين في القانون المغربي، الاعدام كاين مازال تحكموا راه غير المجرم ديال طنجه اللي قتل الوليد عدنان راه حكم عليه بالاعدام. نطالب بالاعدام، الاعدام راه مازال في القانون. يحكموا عليه بالاعدام الناس كاع اللي ما يصدقوش ماشي مشكل، ولكن الاعدام خاص يبقى في الحبس تيموت تم تيموت تم تاهو كيما قصب الدريه في حياته. حنا راه كنبغيو نذبحوا غير بهيمه في العيد كتبقى فقط، كتبغي تذبح غير فروش كيبقى فقط، فما بالك بشر. والله عز وجل كيقول في القران: ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. اللي قتل شي مؤمن متعمد ما هو خير يصلي وخير يعتقد وجهنم هي المصير ديالو. هذا كلام الله ماشي كلامي. الاخوان الضمير راه غدا الدريه ماتت، غدا وحده اخرى غدا تغوت هنا، ولا امراه ولا راجل. والضمير يتحرك فينا وعباد الله حيكون في عرق واحد، وخا يكون راجل كبير بعد الموت وعند زواج جيلاني والمعطي وهو سيدو بعد الموت. وتبدا كيشوف السيد وكيقول لك انك غادي تشد فيها وما تفوتوش. علاش كتشد فيها يا مراتها؟ علاش؟ راه مراتكم ما عندكش حق تشد فيها بديك الطريقه. علاش غيقول لك لا راه كيعرفها ولا ما يعرفهاش؟ شكون اللي قال كيعرفها؟ شكون اللي قال كيعرفها؟ الدريه راه بريئه، الدريه دافع داك الشرف ديالو اللي ما يديروش الناس اللي معقولين. الدريه ولكن كان الناس يكون عندهم شويه ضمير، شويه ضمير ودافعوا على البنيه وما يخليوش تموت هباء المنثوره. راه اليوم عندي وانت عندك رمات الله تشيب ليكم. باش بان شوية ضمير كنطالبوا الناس ديال قيادة الأحلاف. المسافة قريبة، راه القيادة مخازنية اش كيديروا؟ مخازنية يهبطوا في البيكوب، يهبطوا على رجليهم. الإخوان وأعوان السلطة والمقدمين والشيوخ، وباغا ندير الهضرة خاوية، وانتم قولوا لهم ورا السيدة والسيد قيد ورا الناس الشكارة كيدوروا والسيد قيد مخازنية راه محاقين يكون معاهم قيد ويشدوا الناس ويشدوا المجرمين. الله يرحم الوالدين. الإخوان الله يرحم الوالدين. الإخوان الله يرحم الوالدين. الإخوان الله يرحم الوالدين. شوف شوف كلمة مهمة، كلمة مهمة. الإخوان شوف 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 نقول لك بلا ما الفاتح راه ما كايناش صرحهم العلم ندعو معاهم، ما كايناش الفاتح عندنا راه غير موضه داروه الدين هو اللي بغيتي نقران ندعو مع المرحومه ندير واحد الفتح ديال الخير. حنا ان شاء الله هذه المسيره ما غنساليوها تندير واحد الفتح ديال الخير، حيت هذا مجمع ديال الخير وفي واحد الناس جايين بقات فيهم البنيه، فهمتيني؟ ندير واحد الدعاء ونختموا ان شاء الله بواحد الدعاء لهذه البنيه واللي راه هي باقا بريئه ان شاء الله الله عز وجل، وان شاء الله غتكون من طيور الجنه ان شاء الله. فهمتي ولا لا؟ حنا كنطالبوا غير واحد الرساله مقتضبه، كنطالبوا من السيد
قائد احلاف لانسان كنحترمو وخا لقيت فيه واحد جوج اجتماعات انسان في المستوى. كنطالبوا من السيد قائد احلاف باش يكتف التوريات عن طريق القوات المساعده واعوان السلطه ويراقب هذا الطريق. هذا اللي كيؤدي للمدرسه الابتدائيه والاعداديه والثانويه للمولاي عبد الله. كنطالبوا باش المحيط برافو لان كيجيو الناس من المغرب تتنافى. ها هو السيد زوين راه كنطالبوا بالامن في المحيط المدرسي. احنا ولادنا ما بقيناش نقدروا نصيفطوا من تحرك من بعد هذا الاسم فعلا للنجران. راه كاع ولادنا ولينا حايرين عليهم. واش اللي عنده ربعه غادي يدير اللي يخليهم ربعه الناس يديهم وراء الامن. راه كلشي كيجيو ما طواك حنا المدرسه لا علاقه لها. عرفت الاخوان احنا كنطالبوا السيد قائد الدوره الملكيه 8 وطالبوا السيد قائد قياده احلام باش يكتبوا الدوريات شناب ديال المدرسه شناب ديال الاعداديه شناب ديال الثانويه فالطريقه اللي كتبنا من النوار ديال حتى الدار البيض غنانا هي رقبات الرجاء الناريه اللي كيجي عليها وحدين كاين اللي كيبغيو كيتحرشوا بالضربات التلميذات كيفيو غير واحد المجموعه ما كيقراو ما والو كيجيو وتيبقى يدوروا على التلميذات في المحيط ديال الاعداديه وديال الثانويه. الاخوان حنا مازال دابا كنقربوا من المكان اللي تقتات فيه البنيه وحنا دابا كنشوفوا واحد البنايه مهجوره. حنا كنطالبوا من السلطات من السيد القائد ومن السيد رئيس جامعه احلاف ومن السيد قائد الدرك باش هاد البنايه يزولوها لان هاد البنايه كيتشكوا منها الناس اللي كاينين هنا. لان هاد البنايه كيتشكوا منها الناس اللي كاينين هنا وكيتشكوا منها بزاف. هاد البنايه المهجوره خاصها تحيد وهاد النخل خاصو يتصبر شويه. شو الطريقه ديالو موحشه لان جا على الطريق وتيخلق مشاكل للعيالات والساكنه. كنطالبوا واعوان السلطه وسجلوا وديو القيد واعوان السلطه. وكنقولوا لكم هاد البنايه خاصها تحيد. هاد البنايه اللي في الشتات خاصها تحيد هاد النخل اللي كتفوتو الرياض على الطريق ديال القوات المساعده. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوان نحن الآن في المكان الذي تحدثنا فيه أختنا مريم. الآن نطلب لها اللهم تقبلها قبولا حسنا. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة. اللهم اجعلها حورية من حوريات الجنة. اللهم تقبلها قبولا حسنا يا الله. اللهم يا ربي أوسع مدخلها وأكرم ضيافتها. اللهم يا أرحم الراحمين برحمتك أرحمها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل قبولا حسنا. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا ويسر حسابنا وأمن روعتنا. اللهم بك نستعين وبك نستنجد. اللهم ارزق الصبر لأهلها ولأمها ولأختها ولذويها ولجيرانها. اللهم ارزق صبر مدينة القارة بأجمعها في هذه التي رضعت في مريم. اللهم ارحمها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل قبولا حسنا يا أرحم الراحمين. فقرة الفاتحة المتابعين رجال ونساء وأطفال لنقف دقيقة صمت وقراءة سورة الفاتحة ترحما على الشهيدة مريم حمدون. كلمة في حق الشهيدة مريم. قال الله تعالى: والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إنها الطاهرة
إنها العفيفة التقية النقية الزكية الحافظة، إنها الشهيدة مريم حمدون التي رفع الله شأنها وقدرها وأعطاها وسام الشهادة بعدما تصدت بلا هوادة لذلك الذئب الغادر السفاح، وقدمت روحها وحياتها فداء لشرفها وعفافها وعزة أهلها، وكأنها تقول لأمثال هذا المجرم: لا للرذيلة، لا للاغتصاب، لا للأفعال الشنيعة والسلوكات القبيحة. هنا صرخت مريم، هنا استنجدت، هنا أبت ورفضت، هنا طعنت فقتلت شهيدة، فرحمة الله عليها ورضي الله عنها وأرضاها. ونسأل الله تعالى أن يتقبلها شهيدة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ونقول لوالديها أمها وأبيها ولأهلها وذويها وعائلتها ونقول لأمها وأهلها وذويها ووالدتها ولكل الحضور الكريم في هذا المصاب، أن هذا المصاب قد أصابنا جميعا وكلنا مريم حمدون. ولله ما أعطى ولله ما أخذ، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أما للقاتل المجرم، قال الله تعالى: كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قتلتنا أيها القاتل المجرم السفاح، وأرعبت ساكنتنا وروعت أبناءنا، فكل ما نطلبه ونطالب به هو عقوبة الإعدام. نطالب بعقوبة الإعدام لتكون عبرة لمن يعتبر. شكرا لكم جميعا. كلمة الأم ديالها، الأم ديالها، دعي معها بالرحمة. كلمة الأم ديالها: بنتي جدد عليك الرحمة بنيتي، الله يرحمك بنيتي ويجدد عليك الرحمة، الله يجعلك بنيتي من طيور الجنة، الله يجعلك من طيور الجنة، الله يرحمك بنيتي، الله يرحمك بنيتي، الله ينصر سيدنا عبينا حق بنتي، الله ينصر سيدنا بغى الإعدام اللي عدم ليا بنتي، الله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا كما عدم ليا بنتي تعدم حتى هو، الله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا. ما بغينا نسمع دم اختي حتى هو يتعدم، بغينا ليه الاعدام. الله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا. يعني كنشوفوا حزن على حزن، يعني الحمد لله. شوفي الوالده الى ضاعت لك بنتك وعزائنا واحد، وحنا رجعنا راه يعني جروح من الداخل، ولكن الا ماتت لك بنتك راحنا حسبينا هما ولادك. حنا راحنا معاك في الصغيره وفي الكبيره، كل شيء. هاد الاخوان راه كاين اللي جاي من الرباط، كاين اللي جاي من السكين، كل واحد ومن جاي. حنا راه معاك، حنا كنضامنوا مع هاد السيده والله يرحمها، وهاد البنت راه ماتت شهيده. السلام عليكم، معكم الغلاوي مصطفى، رئيس جمعيه المستقبل للتنميه. كان والله ما شاء الله، هاد البنت اللي دافعت عن الشرف ديالها بالروح ديالها، يعني كيف الناس اللي كانوا قبل منا دافعوا على هذا الوطن بالغالي وبالنفيس، كاين اللي دفع هدا روحه مقابل باش نكونوا عايشين الحريه ديالنا ونكونوا
كنحكموا بلادنا روسنا بروسنا الحمد لله. الشيء اللي بغيت نوصل ليك بصفتي كرئيس جمعيه المستقبل، حنا هاد الساكنه عطوني الامضاءات ديالهم 400 ديال الساكنه، وصلت الصوت ديالهم لجميع الجهات المسؤوله، بديت من عند رئيس المجلس البلدي الى السيد الباشا الى العامل العمل ديال برشيد الى الوكيل العام المحكمه ديال الاستئناف بسطات الى القائد الجهوي ديال الدرك الملكي الى الوكيل العام ديال سطات بالدار البيضاء ديال الوكيل العام ديال الدار البيضاء ديال الاستئناف، المحكمه ديال بن سليمان، العمل ديال بن سليمان، الوزاره الداخليه. حنا بصفتنا كجمعيه ديال المجتمع المدني وصلت الامانه ديال هاد الساكنه، شافوا واحد الوقت واحد الصوره خايبه قال لك شافوا واحد الصوره خايبه بان قال لك هاد الناس كيديروا فوضى يديروا الحيحه، لا هاد الناس مساكن ناس دراويش ناس مغلوبين على حالهم، الشيء اللي كنا خايفين منه هاد الناس اللي عطات 400 الامضاءات راه كانوا خايفين من هاد الحاله اللي عشناها اليوم. علاش كنت ضحيه مريم؟ علاش؟ واش واحد كيوقع ليه مشكل كيبغي يدير شكايه خاصو 24 كيلومتر عباد الله؟ وحنا دارج الدرك حدانا هما كيديروا دوريه وكيطلعوا لنا المجرم تال دوار بلال. حنا دقينا جميع البيبان، طالبنا بالنقل المدرسي، لا حياه لمن تنادي يا عباد الله، وجات البنت اللي كتضرب 3 كيلومتر من دوار بلال الى الاحلاف، وعندنا الناس كيضربوا الطريق ثاني 3 كيلومتر من دوار بلال حتى الساقيه. دقينا ناشدنا جميع المسؤولين، ولكن كنقولوا هاد الروح على العاتق ديال الناس اللي ما تفاعلوش معانا، اللي ما تعاملوش معانا، وتحيه للاستاذه رشيده فيطوط الفاعله الحقوقيه اللي ما خلاتش معايا شي بلاصه، والله العظيم الا الشكايه تحطت في ليطا ماجور في الرباط، ومن الاداره ديال ليطا ماجور ما لقيناش في طاكسي، وخرجت انا والاستاذه رشيده غادي الرجل حيدة الصباط من رجلها ومشات معايا حفيانه، تحيه للمراه المغربيه اللي ناضلت ومازال كتناضل. وتحية للساكنة ديال الحي المستقبل اللي حاولوا يكونوني باش ندافع على المشاكل ديالهم، وكنقول للساكنة ديال الحي المستقبل انا راه ما خذلتكمش، عذروني بشي حاجة اللي ما عرفتش عليها وما قديتش ليها، وهما اللي علمت عليها وقديت عليها اللي تسمحوش ليا إلى يوم القيامة، جريت دقيت البيبان ما خليت حتى شي بلاصة، وكنحمل المسؤولية الناس المسؤولين اللي ما تفاعلوش معنا، كاين بعض الناس اللي ساعدونا ووقفوا معنا في بعض المشاكل وتدخلوا، وناس كبار عندهم يعني سلطة، سلطة ناس جادين واحترمونا بلطف، ولكن يا للأسف كاينين بعض الناس فارق فوق الكرسي كيحسبوا تعباه، أنا اللي باغي تحضيني ولا عندك معايا حساب كتسنى فيا باش نجي تعلقني، خذ راحتك. احنا جنود مجندة وراء محمد السادس نصره الله. عاش الملك عاش الملك عاش الملك. انا زيارة ملكية، كنطالبوا بزيارة ملكية، عندي 4 البنات، ولكن ثقوا بيا والله العظيم اقسم لي بالله العلي العظيم الا الساكنة كاملة فيهم بواتي فيهم امواتي فيهم بناتي فيهم خواتاتي، هاد البنت ضاعت لينا كاملا. حنا كنوجهوا نداء لهاد الجهه المسؤوله، كتقولوا الساكنه كدير انتفاضه، كانوا واعيين بهذا الشيء اللي ما تعاملتوش وما تفاعلتوش معنا، يعني من حقهم كانوا يديروا الفوضى. علاش دقينا البيبان ولكن شكون اللي استجاب لينا؟ حنا ملي كيقول لك القائد الجهوي دابا كيقول لك خاصنا نرسلوا الجهات اللي تابعه للقضاء. استاذي العظيم راني راسلت الجهات المسؤوله عن القضاء وكنتحمل مسؤوليتي، كنتحمل مسؤوليتي. واش عباد الله جمعيه المجتمع المدني كطالب بالامن؟ علاش مالنا؟ واش ماشي من حقنا؟ حنا مرجعوا فرقعوا عليه محل، درنا شكايه ولينا مهدد، حنا كتولي مهدد مع المسؤول اللي كتعيط عليه عباد الله كيقول لك باغي تدخل بخدمته. واش انا باغي تشد مجرم وتعيد عليا الجريمه وتعيد هذا المشكل ديال هذه البنت اللي طاح، هذه الروح اللي طاحت راه ماتت هذه البنت وروح طاحت على الساكينه. ناس غلابه كيمشيو كيخدموا في الموقف بالنهار وتشدوا لهم الوليدات ديالهم وسمحوا في الخدمه ديالهم، الناس تعدمت في الرزق ديالها، الناس تعدمت في القوت ديالها. وكنوجهوا نداء لجلاله الملك محمد السادس يدخل لنا في هذا المشكل، ويحيى محمد السادس، ونحن جنود مجنده وراء محمد السادس. عايشة
ما نقولش لكم كيفاش تعامل مع دوار بلال. فر كان كيناضل مع عمرو جميع الاوقات ديالو كان كيخليهم وكيجي عندي وكنمشي مشينا حتى الرباط. راسنا جميع المسؤولين على قبل هاد دوار البلاد ولا حتى شي جهه. يعني هذا الشيء اللي حصل دابا كنا متوقعينه انه غيحصل. لان لا يعقل ان دوار بلاد يتحسب على بن سليمان. اذا فاش كيجي اي شفار كيجي كيوصل لدوار بلاد الجدرميه ديال الكارا ما يبغى يوصلوش ليه ديال بن سليمان امتى غيوصلوا؟ يعني دائما انا كان كيعيط ليا في يعني جوج ديال ثلاثه ديال كان كيعيط ليا الاخ مصطفى كيقول لي راه كاين شفاره راه حنا مهدين. اذا لا يعقل ضروري خاص دوار البلاد يولي تابع الدرك الملكي ديال الكارا او يدخل الامن. هي في الحقيقه لان الكارا راه مدينه عريقه ولا يعقل باش تبقى بهذه الطريقه انها تبقى بهذه العشوائيه. حشومه وكنطلب من المسؤولين انهم راه حنا ما غنسكتوش على هذه البنيته لان حنا خصوصا دابا الطفوله المغتصبه اللي ولات شائكه عندنا في المغرب. فمثلا قبل كان داك الطنجة وما خداوش ليه الحق ديالو. اذا ضروري خاصنا يتاخذ واحد الحكم اللي يكون صارم حكم اللي يكون اقصى العقوبه لهاد هاد هاد الشخص اللي حتى هو يعني حيت الاغتصاب راه ماشي حاله. راه الناس كلها ولات كتخاف على وليداتها ولا كنخافوا على البنات ولا على ولاد. خصوصا دابا بحال دابا علاش ما يكونش طونسبور دوار بلاد؟ علاش ما يديروش لهاد الوليدات؟ علاش ما هاد الكارا المسؤولين يعني كاين المسؤولين وهي وجاو نصحات تاع الناس ولكن باقا الكارا هي الكارا. علاش؟ الكارا راه قبل يعني عريقه خاصها تكون في واحد المستوى اللي كبير. اذا كنطلب من المسؤولين انهم ياخذوا بعين الاعتبار مدينه الكارا وما حصل دابا لهاد البنيته مريم. حنا كلنا مريم ان شاء الله وما غنسكتوش على هاد القضيه ونتمنى من الله سبحانه وتعالى ان هاد تاخذ الحق ديال هاد البنت وجميع الطفوله البريئه المغتصبه. قدم الشكر جزيل للفاعله الحقوقيه اخت رشيده اللي ابت ان باش شاركنا هاد الحد واللي احنا كنعتبروا من خلال من خلال هاد الشعار اللي كان وحمايه اطفالنا ووليدات الجميع ومن هذا المنبر منتدى الحوار من المجتمع يوجه رسالة إلى معالي السيد رئيس الحكومة. نوجه رسالة معالي السيد رئيس الحكومة. يلاه صاحب اللافتة تزيدو قدام اللافتة شكون شاد هذا؟ الحكومة هو اللي كتحمس وليدة تفكر جميع المصالح. جمعية المستقبل ديال كمية ديال دوار بلاد ما قامت بالواجب ديالها. روم ليسر اصاحبي روم ليسر شويه ديال روم متابعينا الكرام متابعي قناه شوف تي في كنجدكم ترحب معنا في هذا الفيلم الله يرحم الله يرحم اثناء حضور عناصر الدرك الملكي عاش الملك عاش الملك عاش الملك عاش الملك عاش الملك عاش الملك يا ملك الفقراء يا ملك الفقراء تعال شوف
متابعي الكرام، كنت معنا في بث مباشر لجماعة أحلى فقري بن سليمان.